وأعطي الكلمة الآن لممثل ألمانيا. شكرا رئيس المجلس. أعضاء المجلس الموقر، سيد رئيس المجلس، لقد أصبح الإرهاب هو أحد التحديات الكبرى التي تواجهنا العام. إن الهجمات في فرنسا وفي أسبانيا وفي المملكة المتحدة وفي كثير من أماكن أخرى مثل القاعدة وداعش وجماعات أخرى، فإنها تصدر لنا التعصب والإرهاب وتتخطى حدود هذه الدول. إن خسائر وهذه مكائد الإرهاب وكل إنما تعد تحديا أمام العالم من أجل بذل مزيد من الجهود وتضافر الجهود لمواجهة هذا التطرف والإرهاب وحماية الأطفال والشباب حول العالم. إن المستوى القومي وعلى هؤلاء الأعضاء أن يكون لديهم قوانين صارمة محلية والالتزام بكل قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، وعلى المستوى الإقليمي على الدول الأعضاء أن تفتح حوارا وتتعاون أيضا مع كل الجهات الدولية والخارجية عبر الحدود من أجل تتبع شبكات الإرهاب. إن الإرهاب وأيضا تهريب البشر وأيضا القضاء على أسلحة الدمار الشامل وانتشارها يجب أن نؤكد على أهمية إيقاف العنف. إن أهمية إن خطة مجلس الأمن والأمين العام لمنع التطرف والإرهاب ومواجهة الإرهاب في العالم يجب أن نتبنى هذه الاستراتيجية. نحن ملتزمين في ألمانيا بكل قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 21-79 و 29-55. أعضاء المجلس الموقر ترغب ألمانيا ومن خلال الأمم المتحدة أن يكون هناك إجراءات وآلية قوية لمواجهة التحديات الإرهاب هذا اليوم. إن آلية العمل يجب أن تتضمن مجالات اقتصادية واستثمارية ومن أجل دعم التنمية في الدول لمواجهة الإرهاب. ألمانيا تلتزم أيضا بأن وتقول بأننا أقوى من الإرهاب وسنتغلب عليه. شكرا ممثل ألمانيا.